الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما عليما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن نشرع على بركة الله في قراءة مقدمة هذا الكتاب. ويصح أن نقول مقدمة بكسر الدال المعجمة، ويصح كذلك فتحها أي فتح الدال المعجمة. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ابتدأ بالبسملة، ابتدأ كتابه بالبسملة، وذلك تيمنا وتبركا بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أن القرآن بدأ بالبسملة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن، فابتدأ القرآن بالبسملة ثم بالحمدلة. إذن هناك من قدم البسملة على الحمدلة، وهناك يعني من قدم الحمدلة على البسملة. وفي فضل التقديم أو تصدير البسملة للكلام، هناك حديث، وكذلك تيمنا كما ذكرنا بالقرآن الكريم. في الحديث يعني أي في معنى الحديث، أن الإنسان إذا ابتدأ أمرا ذي شأن يعني ذا أهمية، ولم يصدر ببسم الله فهو أبتر، فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم، أي منقطع البركة. ولذلك حث الشارع، وهو الله على الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم على المجازي، أن يبتدئ الإنسان بالبسملة. ثم بالحمدلة هناك كذلك حديث ورد في فضل الابتداء بالحمدلة. فلما اختلف العلماء في فضل التصدير بالبسملة أو الحمدلة، كان المرجح الابتداء بالبسملة ثم الإرداف بالحمدلة، وذلك تيمنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. والتأليف وهو أمر ذي شأن، وهو أمر، التأليف هو أمر ذو شأن. وكذلك كون العلماء يعني يجمعون بين البسملة وبين الحمدلة، في ذلك إشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين. نعم. فالبسملة اعتبروها على أنها ابتداء حقيقي، ابتداء حقيقي، والابتداء الحقيقي هو الابتداء الذي هو الابتداء بذلك الشيء دون أن يكون سابقه شيء. ثم هناك الابتداء الإضافي، فحملوا البسملة على الابتداء الحقيقي وهو الابتداء الذي لم يسبقه شيء، وحملوا الحمدلة على الابتداء الإضافي وهو الابتداء الذي سبق المقصود بالذات. فهذا الكتاب إنما وضع حتى يتحدث فيه صاحبه ويقاعد قواعد العقيدة،
فكونه ذكر الحنبلة قبل أن يشرع في موضوع الكتاب اعتبر أن هذا الكتاب بدأ بالحنبلة. إذن كما ذكرنا البسملة ابتداء حقيقي لأنه لم يسبقه شيء، والحنبلة ابتداء إضافي وهو كون الحنبلة ذكرت قبل المقصود بالذات وإن سبقه شيء. فالحنبلة سبقتها البسملة، فيعني هي مسبوقة. قد يعترض معترض فيقول هي مسبوقة، كيف يقال أننا ابتدأنا بالحنبلة؟ فنقول أن هذا الابتداء إضافي، وإنما ابتدأنا بالحنبلة لكونها ذكرت قبل ذكر المقصود بالذات وهو الكلام في العقيدة. إذن لا طائل في التطويل في هذا الشأن، أرجو أن يكون واضحا حمل الحديثين أو الجمع بين هذين الحديثين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي تفرد. الحمد لله كما ذكرنا فضل تصدير الكتاب بالحمدلة، الذي تفرد، الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال. هنا قال بالوحدانية ولم يقل بالوحدانية. الوحدانية هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وليست الوحدانية. ونرى يعني بعض الناس يقعون في هذا الخطأ، يقولون الوحدة. نعم هذا خطأ. الوحدة، الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية وهو تفرده في الذات والصفات والأفعال، فلا يشبه أحدا من خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله كما سيأتي تفصيل ذلك. قال بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال، يعني عليكم ضبط هذه الكلمات وشكلها خاصة التي أشير إليها. إذن هنا رحمه الله تعالى أشار إشارة لطيفة إلى موضوع هذا الكتاب بقوله الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال. فقارئ هذا الكلام يعني يتبادر إلى ذهنه أن الكاتب أو أن هذا الشيخ سيكتب في موضوع العقيدة، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى وذاته وصفاته وأفعاله هي موضوع لعلم العقيدة. فلما صدر بها وأشار إليها في مقدمته علمنا أن الكتاب سيتحدث عن العقيدة، كما أن المتكلم عن النحو قد يشير إلى بعض القواعد النحوية أو إلى بعض الاصطلاحات النحوية في مقدمته، وكذلك الكاتب في علم المنطق وما إلى ذلك. إذن هذه يسميها علماء البلاغة براعة استهلال، وبراعة الاستهلال هو الإشارة إلى موضوع الكتاب في مقدمته إشارة خفيفة لطيفة سريعة دون أن يفصل في ذلك. وتنزه، وهنا التنزه كذلك أحد صفات الله سبحانه وتعالى، كونه متنزها عن جميع صفات النقص. قال وتنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال. نعم كل هذا براءة استهلال. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إذن الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال وعلى آله، والآل يدخل فيه صحبه ويدخل فيه كل مؤمن وإن كان عاصيا، يعني على المفهوم العام للآل، وإلا فللآل مفهوم خاص وهم أهله الذين حرمت عليهم الزكاة. نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.